نقترب من جزيرة سان يانيب في البحر الأحمر بعد رحلة استغرقت ساعة ونصف الساعة من مدينة بورسودان. قبل أن تطأ أقدامنا أرضها استقبلتنا الدلافين بحماسها المعهود. الفنار الذي بني قبل 100 عام أصبح أبرز معلم في الجزيرة التي يبلغ طولها 6 كيلومترات والتي تعد من أهم المحميات البحرية في العالم. هناك قوانين للحفاظ على الجزيرة من التلوث الذي أصبح آفة العصر حتى نحافظ على هذه الحياة البحرية المتكاملة التي تتمتع به هذه الجزيرة. الباحثون في علوم البحار والسياح وهواة الغطس من كل أنحاء العالم يقصدون هذه الجزيرة التي تضم أكثر من 120 مجموعة من الشعاب المرجانية، وبها ما ينوف عن 250 نوعا من الأسماك والحيتان، بينها أنواع نادرة من أسماك القرش. الحياة البحرية في الجزيرة أكثر من رائعة، هناك كثير من الأسماك والشعاب المرجانية. في كذا نوع طيور كده صورته ووريته للناس متخصصين، في حتى طيور مهددة بالانقراض موجودة هنا، حتى مخلوقات بحرية طبعا أكيد. هنا محمية طبيعية طبعا، محمية طبيعية وممنوع الصيد منعا باتن، حتى احنا هنا لو شفنا اي مركب صيد بيصطاد في اماكن الغوص دي لازم بنبلغ الإدارة في بورسودان. لكن هذه الجزيرة السياحية تفتقر الى مرابط ومراسل لسفن السياح والباحثين، ويخشى بعض الخبراء من ان يؤدي الاضطرار الى تحويل بعض الشعاب المرجانية الى مرابط للسفن الى اتلافها، وبذلك تفتقد الجزيرة احد اهم عناصر تميزها. صفاء المياه وكثرة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة هما أهم ما يميز جزيرة سان يانيب السودانية ويجعلها قبلة للسياح والباحثين في علوم البحار. الطاهرة المرضي، الجزيرة، من جزيرة سان يانيب السودانية البحر الأحمر.